تقول لنا المطلع عشان الناس تسمعه معانا أول مرة؟ انت بتحرجنا يا كابتن لا، ما دلوقتي انا كده. لازم احرجك، ده طبيعي ان احرجك يعني. يعني هي بتقول اجيال بتسلم بعض والكل في واحد، يعني ده الدخول، ان احنا بنتكلم على ان الاجيال بتسلم بعض وكل بينصهر عشان الاهلي. نعم. هي مش عايز احرقها، طب معلش بس حتة كمان. اجيال بتسلم بعض، تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة ده ان النادي الاهلي المصري بقى رقم واحد. نعم. وورا العالم بيقولوا شاهد، كمل. العالم شاهد على امجاده، وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد. حلو قوي. وورا بقى بيقولوا ايه؟ اهلي اهلي طلع. عاملين جملة هدفية. عمرو مصطفى عامل جملة جميلة كلحن هدفية مختلفة يعني. ويا رب تعرف يعني احنا نفسنا نعمل حاجة كبيرة للأهلي، حبنا فيه، ويا رب تعجب. تعرف انه كلمة اهلي وانا بسمعها فكرت